الكلام ده يا جماعة. هو ايه اللي بيحصل يعني؟ يعني انا مش عارف يعني، الكلام عايز ليه تفسير، ما حدش مفسر لي حاجة يعني. طب هو ايه اللعيبة دي يعني هو هيفضل الأندية يعني ولا ايه؟ طب طارق حامد لما يروح، طارق حامد المفاوضات بدأت منذ أيام، وكانت في موافقة مبدئية من جانب إدارة الزمالك في الوقت نفسه ان هو ان احنا بنقوم بتدعيم صفوف الفريق يعني ببدائل مناسبه وتبقى في حاجه كويسه ونحقق ربح مالي، لكن عشان نمشي طارق حامد وعلي جبر مش عارف، مش الموضوع مش عارف استوعبه ومش قادر، مع ان انا اللي اعرفه، وانا اعرف حاجه بس معلومه او مؤكده اللي عايز اتكلم فيها، ان طارق حامد نفسه ما يعرفش حاجه عن مفاوضات نادي الزمالك وفريق ابو الهول ده، ما عرفش حاجه خالص، لانه بالعربي كده ما حدش كلمه ولا خد رايه. وطارق اصلا مركز جدا مع المنتخب وفي مشواره مع المنتخب، لكن طارق حامد يمشي؟